اهلا بيكم شباب في الحلقه الثالثه من المساله اللي كنا بنحلها في engineering tips. دلوقتي احنا بنستعرض مع بعض قائمه الريزلتس للموديل اللي احنا رسمناه مع بعض المره اللي فاتت. بعلمك ازاي تختار البروب ماكسيمم. بتيجي عند فوق كده على اليمين هتلاقي بروب ماكسيمم بيجيب لك بقى البوينتس والكوردينيتس عند المينيمم والماكسيمم. تقدر تزوم وتشوف الكوردينيتس دي فين بالظبط في الموديل بتاعك، ومنها لو لقيت ان هي معديه مثلا البلاستيك ريجون او معديه اللارج ديفليكشن الالاوبل اللي المفروض يبقى عندك في الجسم بتاعك، تقدر ساعتها ان انت تزود ماتيريال مثلا او تحط دعامات. الكلام ده كله نقدر تجيب برضو الانديفورمد شيب من الكونتورز. بنجيب بقى بتيجي عند الكونتورز وتجيب الانديفورمد شيب عشان تشوف الشيب بتاعك حصل ديفورميشن بأي طريقه. بس خلينا نقول ان ده ديفورميشن اكزيجيريتد شويه عشان يقول لك هي ماكسيمم هتبقى كده، انما في الحقيقه زي ترو سكيل اللي انا عامله قدامك دلوقتي ده، فهي بتبقى يعني ما بتبقاش مؤثره كده، ما بتبقاش زي الاكزيجيريتد اللي هو البرنامج بيبقى عامل لك انيميشن عشان يقول لك والله ان هتبقى هنا كاكزيجيريتنج. يعني بنضرب بنعمل سكيل كده في الديفورميشن اللي بيطلع بنضربه في 5 وفي 6 عشان يقول لك ان الماكسيمم بتاعه يبقى كده، تمام. فانا كده عرضت معاك الماكسيمم والمينيمم وعرضت معاك ان انت تجيب الانديفورم شيب. لو جينا عند المينيمم كومباين ستريس والتوتال ديفورميشن والكلام ده كله، هتلاقي ان انت تقدر تشوف النتائج دي بقى بتاعتك كلها عند اند تايم واحد سكند. احنا عرفنا ان التايم في الاستاتيك اناليسيس لا يعني شيئا الا هو ان تايم ستيب، يعني بعد ثانيه ما تقضى بيبقى الفورم عامل ازاي. طب لو انا عايز اغيرها باجي عند اناليسيس واقول له ستيب اند تايم 2 سكند زي ما انا عملت، وباجي عند اللود بتاعي اللي هو اللينير وادوس عند 2 دي ادوس 1 وادوس انتر يقسمها لي خطوتين، يبقى انا كده عندي بعد ثانية ما تعدي انا نيجاتيف 50 وبعد الثانية التانية انا برضو نيجاتيف 50. وبعمل سولف بعيد كل الحسابات بتاعتي، يبقى هو كده هيعمل لي السوليوشن بتاعي على 2 ستيب، ستيب عند الواحد سكند وستيب عند ال 2 سكند. انا بضيف نيجاتيف 50 نيوتن. طبعا انا ممكن بقى استعرض في السولفر اوتبوت الحاجات بتاعتي اللي تخص الباحثين اكتر من بقى الانرجي للكلام ده كله للفورس كونفرجنس للحاجات دي. احيانا بتطلع واحيانا ما بتطلعش. في الحاله بتاعتي مفيش فورس كونفرجنس اصلا لان اللود بتاعي ثابت. نرجع تاني لاستعراض المعلومات واقول جيت ريزلتس، هيبتدي ان هو يجيب لي الريزلتس بس هتبقى مقسمه على خطوتين لان انا قسمت الشكل بتاعي الى خطوتين. دلوقتي هتلاقي ان الديفورميشن او كومباين ستريس زاد شويه واتغير شويه لان انا ضفت ثانيتين مؤثر عليهم الشكل بتاعي ده. هقول له شو elements وابتدي استعرض النتائج معاك واحدة واحدة. طبعا النتائج دي كلها نتائج احنا ما حطيناش، يعني مش حاسبين، ما بنحلش مسألة حقيقية، فبالتالي النتائج دي ملهاش معنى حاليا، احنا بس بنوصف التولز بتاعت البرنامج. انا هنا جيت عند التوتال ديفورميشن لقيت ان عند ستيب 2 لقيت الماكسيمم زاد شوية، وعند ستيب 2 المينيمم زاد شويه، الافريج زاد شويه لان بدل ما كان الوقت بتاع اللود او الوقت بتاع الافكشن اوف لود كان 1 سكند انا خليت 2 سكند. اقدر كمان ان انا احط شورت ما بين حاجه وحاجه، لو حبيت احط شورت ما بين مثلا التوتال ديفورميشن والماكسيمم ستريس، فاجي عند الاكس اكسس اقول له انا مش عايزه تايم، انا عايزه توتال ديفورميشن ماكسيمم، وهعمل اومت يعني بشيل كل العلاقات الاخرى زي بقى التوتال ديفورميشن والتايم والكلام ده كله، بحيث ان في الواي اكسس يكون موجود الماكسيمم ستريس بتاعي. فانا هقفل طبعا المينيمم هعمله اومت برضو وهسيب الماكسيمم، وبكده استعرض الشورت بتاعي هيطلع لي عند نقطتين، النقطه الاولى والنقطه الثانيه، النقطة اللي عند 1 سكند والنقطة اللي عند 2 سكند. طبعا طالع لي اهو قدامك عند ال 2 سكند طالع لي توتال ديفورميشن بكذا والدايركت ستريس بكذا. طبعا لو ده ترانزنت اناليسيس هتلاقي في جدول من التابلر داتا ده تقدر تسحبه وتحطه على شيت اكسل وتطلع الكيرفات اللي انت عايزها. بس احنا دلوقتي وصلنا لان انا ازاي بعمل شورت وازاي بستعرض النتائج بتاعتي وبشوف الانديفورم شيب وبستعرض شوية نتائج بجيب الماكسيمم بروب والمينيمم بروب. طبعا بنستعرض بقيه التولز في الريزلتس في بقيه السيميليشن بتاعنا، و اقدر كمان اجيب التوتال بيندنج مومنت. جاب لي طبعا التوتال بيندنج مومنت بتاعي، المومنت هيبقى فين والماكسيمم مومنت هيبقى فين، واقدر اجيب برضو من البروب الماكسيمم والمينيمم. ف
فانا كده بخلص معاك الايه الريزلتس. بس في طبعا اكيد حاجات تانية، تولز تانية مش موجودة. اشوفكم الحلقة اللي جاية، انجينيرينج تيبس.